تحت جميع الندوة الصحفية اللي قررت الجمعية تنظيمها باش نوصلوا رأينا حول الرأي ديال الفريق الأممي، فريق العمل المتعلق أو الخاص بالاعتقال التعسفي، واللي اعتبر بأن اعتقال أو احتجاز حسب المفهوم المصطلح اللي كيستعملوا تعسفي لمجموعة ديال المعطيات. حنا سردنا عليكم مجموعة الوقائع اللي كتبين أن لا سواء في الاستدعاء ديال سليمان الريسوني اللي كان بشكل قانوني، ولا سواء فيما يخص وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، ولا فيما يتعلق بقرار الاعتقال الاحتياطي، ولا خلال الجلسات اللي كانت المحكمة كترفض الصراح المؤقت لأننا أمام متهم باعتداء جنسي على شاب مغربي في إطار القانون المغربي يسمى هاتك عرض شاب بالعنف. كلها هذه الامور كانت من جهات قضائيه. مجموعه ديال الامور اللي جات في الراي واللي حاولنا نفصلوها لكم باش نوصلوا للنتيجه هو انه راي لم يكن بني على اساس لا قانوني ولا واقعي ولا حقوقي، اضافه الى تغييب الى تجاهل الضحيه اللي هو طرف اساسي. الراي الاممي كيتبنى على مصدر اللي كيتوصل منه بالبلاغ او الشكايه وكيرسلها للحكومه اللي هي غير معنيه، وحنا امام استقلال السلطه القضائيه في المغرب اللي هي معنيه بالملف وبملفات مشابهة. هذا الرأي نفسه تقريبا اللي كان صدر في ملف توفيق بوعشرين، واللي من بعد توصلنا وتوصلوا الضحايا باعتذار من هذا الفريق الأممي، واعتبروا بأن كاينين ضحايا اعتداءات جنسية، وهذه ماشي ملفات ديال الرأي والتعبير اللي كيحاولوا هاد الجهات اللي عندها هدف سياسي من هاد الملفات وليس حقوقي، اللي عندها صراع مع مؤسسات، صراع مع احيانا اشخاص، ولكن استغلال هذه الملفات بهذا الشكل مع الاسف لا علاقه له بالدفاع عن حقوق الانسان. كجمعيه سنواصل تبني الملفات اللي دافعنا عليها واللي غنواصلوا المتابعه ديالها. من حقهم يلجؤوا الاليات الامميه، فقط هذه الاليات خلقت باش تدافع عن حقوق الانسان، والحقوقي خصو يتمتع على الاقل بالنزاهه، على الاقل بواحد الامانه الادبيه، ويوصل المعلومات الحقيقيه وماشي يلتف على كل ما تسمح به هذه الاليات وهذه الاجراءات من اجل ضمان حقوق الانسان. سنستمر كذلك نحن سنلجا كما لجانا طلب انتصاف امام القضاء المغربي، سنلجا كذلك لكل الاليات الامميه لضمان حقوق الضحيه الشاب ادم.